مرحبا يا أطفالي الصغار، كيفكم؟ شو أخباركم؟ أنا اسمي فتيحة، عم بشتغل في شبكة حقوق الأطفال. اليوم يا أصدقائي الصغار، سوف أحكي لكم حكاية القنفذ الذي نسي أن يخاف، للكاتبة إيوانا يانكوبولو، مطبوعات إيورا. في يوم من الأيام ولد أوديسياس، كان قنفذ صغير جدا. في الأول كان دائما جنب أمه ليكون في أمان، لكن بعد مدة قصيرة بدأ يتعرف على أشياء من حوله مثل الشمس، وبعدها تعرف على القمر، وتعرف كمان على الأشجار، وتعرف كمان على الأزهار، وتعرف كمان على النحل، وتعرف على حشرات تانية، وتعرف كمان على النهر. وكان كتير فرحان وكان عم بيضحك. ثم قال القنفذ لأمه: أنا أريد أن أسافر على كل مكان. وقالت أمه: أنت لا تزال صغيرا. قالت أمه: لحالك لا تستطيع. وكان لأول مرة يسمع هذا الكلام، شيء جديد عليه. كان خايف كتير وطلع على ظهره شوكة. كل مرة بيخاف بيطلع على ظهره شوكة، ولما خاف من العصفور طق خاف طلعت شوكة على ظهره. بعدين خاف من القطة وطلع على ظهره شوكة. بعدين خاف من الكلب وطلعت تاني مرة على ظهره شوكة. وبعدين خاف من الذئب وطلعت على ظهره تاني شوكة. وبعدين خاف من الدب وطلعت على ظهره شوكة. وبالليل لما سمع صوت البرق خاف كتير وطلع على ظهره أشواك كتيرة. وفي يوم من الأيام كان يسبح في النهر، اتعرف على فراشة اسمها ميرتو. سألها: أين ينتهي هذا النهر؟ وقالت له: ينتهي في البحر. ثم قالت: تريد الذهاب إلى هناك لترى. أوديس كان خائف لأنه صغير. ميرتو قالت: لا تخف، نحن أقوياء. أنا عندي جناحات، سوف أطير في الأعلى، وأنت عليك أشواك لو جاء أحد لإخافتنا. وقتها أحس أنه قوي، ولأول مرة ذهب الخوف من داخله. هذه هي قصتنا يا أطفال الصغار لصديقنا القنفذ. وإنتوا كمان يا أطفالي، لما تحسوا بالخوف تذكروا دائما إنه عندكم أهاليكم لحمايتكم.